انا كنظن بان البطاله زادت كثرات كاع، لان كنشوف الناس عندهم الدبلومات ديالهم وما خدامينش، والبلو بار تقريبا كاين اللي كيلقى فرصه وكاين اللي ما كيلقاش فرصه، واخا كيكونوا هذوك الورشات ديال اللي كيديروهم الشركات على حساب العمل، ولكن هذاك الشيء كيدار غير هكاك وصافي، دونك ما كتكونش شي حاجه جديه فيهم. وبالنسبه للاحصائيات انا كتبان لي فهمتي البطاله زادت في 2020، ما نعرف، المهم 2019 دازت انا كان البطاله زادت. المغرب مؤخرا شهدنا بزاف عدد كبير من البطاله، الشباب حاصلين على دبلومات وشهادات ومساكن ما لقاوش عمل وداك الشيء. يعني هذه الاحصائيات اللي داروا انا ما كنعرفش كيبني ولاش، واش دي فري احصائيات داروها ولا لا، ولا غير هضره ولا سميتهم ما. اما الواقع كيعكس الامر، كيبان هناك معظم ديال الشباب كما قلت لك حاصلين على شواهد واجازات ومساكن مريحين ما كاين والو. ملي كانت تخدم بصح نيت الاحصاء وبقاو على ان مليون، هذا انا ما تنشوفش ان بقات مليون، ولا كنشوف ان القضيه باقي شويه، باقي شويه من الازمه خاي، باقا البطاله. طيب والله يلقاو لهم شي حل و... الحمد لله بهذ الانجازات ديال اذا جلاله الملك وداك الشيء، كنظن ان شاء الله غادي توفر الخدمه. فيما كنوجدوا كاين واحد التضارب ما بين ما تقدمه مثلا الحكومه في شخص رئاستها او وزرائها، وما تقدمه المندوبيه الساميه للتخطيط. ومن بعد هذا بعض الاحيان التناقض ما كيتفهمش، واش مندوبيه التخطيط ليست مكون من مكونات الحكومه المغربيه ام ماذا؟ اذا بالنسبه لهذه الارقام طبعا الواقع ديال البطاله فيه جوج الاوجه، فيه البطاله اللي كيمكن نقولوا البطاله اللي مكشوفه وباينه، الناس اللي ما كيشتغلوش سواء منهم سكان ناشطين سواء في المدن او في البوادي، او كذلك حامل الشهادات المعطلين اللي هما كذلك في تزايد هذا، وكاين ما يمكن نسميوها البطاله المعنعه، وهي الناس اللي كيشتغلوا موسميا، كيشتغلوا كيضربوا ضريبات ويوقفوا، هذا كيشمل فئات كبيره من الحرفيين، من الشغاله في واحد العدد، من الخادمات في البيوت، من واحد العدد. المهم كاين واحد النسبه فهمتي ديال ماشي بزاف، تقريبا ديك 50% ديال البطاله اللي مازال حاليا، ولكن على ماش دابا تقريبا دابا كاين تخلق دابا مقاولات دابا فهمتي المغرب وهذه ومؤسسات فهمتي ديال العمل و والناس زعما فهمتي بدات تحط الطلبات ديالها فهمتي وهادي ومؤخر خطاب ديال السين ديال فيما يخص المقاولات ديال سميتو ديال هذه ديال الشباب وداك الشيء، قال لك المهم راه والابناك وداك الشيء فهمتي، المهم الناس يتقدموا الشباب يتقدموا باش يديروا فهمتي مقاولات فهمتي، والدوله سهلت لهم المامورية فهمتي باش ياخذوا مثلا قرض وداك الشيء من الابناك باش، وزعما هذه بادره طيبه من سيدنا الله يجازيه بخير. هذه المبادره اللي دار دابا ديال لدرجة الملك انها مبادره مزيانه، كدعم الشباب، كتخلق مقاولات صغيره اللي تقدر تكبر من بعد. اما الحكومه كتبان لي ما عندهاش زعما شي استراتيجيه خدامه عليها، كيكون هذاك الشيء غير تحالفات وداك الشيء، دونك ما كاينش شي استراتيجيه. الحاجه ملي كدار من الفوق كيكون شي خطاب سامي لصاحب الجلاله، بحال هذه المبادرة ديال المقاولات اللي مزيانة، كتبان لي أنا هي فكرة مزيانة ويقدر الشباب كاع يبداو فيها. هذا الأمر هذا كيستدعي طبعا من السلطات ومن الجهات المعنية أنها أولا تقدم واحد المعلومة اللي هي سليمة للرأي العام، وكذلك المختلف مراكز البحوث وكذا، باش يتسنى بالفعل عموم بواحد التقييم موضوعي، أولا الدراسة ديال ظاهرة البطالة، وثم للبحث عن السبل للتغلب على بعض اوجهها، لان يمكن البطاله لا يمكن ان تتغلب عليها بشكل كامل. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.